أثارت الفنانة زينة جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشرت عبر حسابها الخاص في إنستغرام صور جديدة ظهرت فيها بإطلالة غريبة وملامح متغيرة، قائلة: الكمال لا يمكن بلوغه، لكن إذا سعينا إلى الكمال يمكننا أن نلحق بالتميز. ما دفع الجمهور للتساؤل عما إذا كانت خضعت لعمليات تجميلية أو لا،